بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لكل متابعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إذا يعني عدنا للسوق بعد راحة خفيفة فقط. إذا متواجدين بسوق الأربعاء ليوم الجمعة 7 جويلية 2023. دائما يعني قناة ناصر تي في قدكم يعني العمل تاعها متواصل، احنا ما نخدموش الا في العيد. والان راح نشوفوا يعني الاجواء في السوق تاع الاربعاء يعني بعد العيد، اسكي الكباش طاحوا طلعوا هكذا يعني باش نعطي لكم نظره فقط على السوق. بالمناسبه سوق تاع الاربعاء يحل بالجمعه وفيه الكباش الماعز الاحصنه الابقار يعني حتى الاعلاف الخاصه يعني كل مواشي موجودين. بالمناسبه نبداو مع الخرفان هذوما الاخرى، ويقول سمونا ب 4 ملايين و100 هكذا 4 ملايين و100 49 و100 سما 50 كاع جات لي 100 فيهم كاع يتينا ماشي في الراس. كيفاش؟ 49 و100 جات لي فيهم كاع 100,000 فيهم ماشي للواحد زاد لي 100 زاد 100 كاع في 5 زاد 100 في 5 داكور يعني باش تفهموني فقط خوتي يعني هو يعني 4 ملايين و900 وزاد زاد 20 فيهم كامل كيما راهم يعني جمله على كل حال. والبيع مازالوا بعد خونا مازالهم شويه يدي باسي ولا 5.5 خونا ما يدي باسي يعني اكو تسمو سامو 400 وهادو خرفان اخرى فهاد الشيخ ذكور الله يبارك وسامك فيهم. هذا 56 هذا 56 وهذا من شحال؟ 52 شحال؟ 62 52 حتى راك تسجل فينا الله يبارك خونا بارك الله فيك وربي يقدركم. ليزون خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة خويا العزيز. إذا بيان سور بالمناسبة راكم تشوفوا هدايا تباع ب 9 ملايين يعني هذا بور لو مومون راهم في لي دور يعني بارابور العيد. إذا مع آخر لهنايا جاب لنا هذوما واش يكونوا تنيان خرفان ربعان؟ تنيان وفيهم خرفان كما قال لكم والسومة 85 خيار هكذا. آخر كلمة ما كانش مساعدة آخر كلمة الله يبارك. الكوري تاعكم وين متواجد خونا؟ الكوري تاعكم وين؟ مسيلة الله يبارك. سما تجوا غير بالجماعة لهنايا يعني يجوا غير بالجماعة لهنايا. احنا دائما نبحثوا لو كان يكونوا هنا في ليزون فيرون لن نخلي لكم رقم الهاتف باش تقدروا تواصلوا، ولكن خونا يقول لكم رانا في مسيلة سما راح يديرونجيوك برك في التليفون يا خويا. إذا خونا جاب لنا الخروف هذايا وقال لكم سومونا 49 والبيع 5 ملايين يعني شداتهم 100,000 معليش يزيد يصبر شويه بالك يجيب له 5 ليدو بارك الله فيك وربي يقدرك إن شاء الله. إذا مع الأخ لهنايا جاب لنا الخرفان هذوما وشاري بالمناسبة راهو هنايا راكم تنيكوسيو هكذا الله يبارك إن شاء الله. وسو 49 ياك داروا 49 البيع راهم بعاد قرا فيها 5.5 كما قال لكم 5 ملايين 5 بارك الله فيك خويا العزيز. اذا بسم الله ما شاء الله قلت لكم يعني في العيد شفنا عباد جدد شفنا يعني ناس بزاف دخلت للسوق، ولكن الان شكون يبقاو يعني غير التجار مالفين يجوا يعني لسوق الاربعاء يبقاو القره القره كما قال لكم يبقاو يعني العباد اللي راح تعاودوا يعني كانوا تولفوا تجوا للسوق يعني تعاودوا تلقوهم. واش هذا الخرفان؟ داروا الخرفان؟ عطاو لي 75 في الرادي 75 في الرادي. واش هو يبان لك يعني طاح شويه مور العيد ولا؟ لا هبط شويه هبط شويه مول العيد يقول لكم هبط شويه النهار التالي تاع العيد طاح بارك الله فيك. هذه هي هذا النعت النهار التالي باعوه ب 9 ملايين 9 ملايين راكم تسمعوا شيخ بارك الله فيك وربي يقدرك يعطيك الصحه رحيد. اذا شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله يعني ايام العيد شفنا كيفاش الله يبارك يعني حاجه شابه بزاف يعني اليوم ضافري وشت يعني نقص السلعه ناقصه شويه ولكن هذا شباب. هذا واش يكون؟ 10.5 بون السومة 10.5 كما قال لكم سامونا يا اخي والبيع مازالوا بعيد ماشي بزاف ماشي بزاف وهذا في الربع كما قال لكم ولكن شباب حاجة شابة. بون دوك هذا يا بالك صحاب الحج يجوز نورمال عادي ولكن العراسة ما يحبوش يدوك حلوش يا اخي العيادة يجوز هايل الحج ان شاء الله يعني انسان مليح ولكن على بالي العراسة يقول لك جيبوا هنا بلون هكذايا الله يبارك ولكن حاجة شابة الله يبارك. نزيد نجوز عند خويا من هيك كيف جاب لنا هدايا الله يبارك شوفوا هذا واش يكون؟ هذا ربع هدايا في ربع الله يبارك. واش هذا القسمه تاعو؟ عطاونا 10.6 عطاونا 10.6 البيع بعيد قريب مازالش بزاف راكم تسمعوا شوفوا خويا واش راك لاباس ما شاء الله هذه ما يقول لكم 8.30 خرفان سيده
تاونا بيان سيرا. المصغر جاب لنا الكبشه، هذا وين جبتوه هذايا؟ الجليل. ها؟ الجليل. وبابا كراه. والله. اي والله. ايه قال لكم هذايا البيع بخمسه يا اخي. ايه. وشنو رجلو مريضه مسكين يا اخي. ايه. بون دوك هذا خوتي يعني يجوز الذبيحه عادي، فقط راه مريض شويه مسكين الله يبارك. وهذوك الخرفان من هيك شحال سواو؟ سوا 50. هذوما سوا كما قال لكم 55. نزل لهم الكل باش تشوفوها. 5 ملايين او 500 يعني السوق ما طاحش يعني طافي. كنا نشوفوا يعني كيما العيد كيما دوكا ليدو. بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي. صحيت خويا. هاكو تشوفوا هادو 55 يعني صراحه ما كان حتى تغيير بين العيد ومر العيد. شوفوا بسم الله ما شاء الله الله يبارك. هذا يا حاجه يعني خشينا الله يبارك. هذا واش يكون خروف ثاني خونا؟ هاد لافتني الله يبارك ما شاء الله. هاد لافتني وسمو تاعو شحال دار خونا؟ عطا 10 و200 والبيع راه بعيد قريب شويه؟ فوق ال 11 فوق ال 11. اذا راكم تشوفوا مع الخرفان هذا ما كذلك. الاخ قال لك سوا 63 ياك؟ 63 جمله؟ جمله 6 ملايين جمله. 6 ملايين جمله وفرادي 63. راه مبعاد قراب شويه؟ بعد شويه. سمع قال لكم بعد شويه. اذا بسم الله ما شاء الله. دائما قلت لكم مع خاوتنا يعني كي يفرغ السوق يبقاو غير خاوتنا يعني اللي يخدموا طيله العام. وراكم تشوفوا الله يبارك دائما كيفاش ما شاء الله. هادو اللي يخدموا عام كومبلي يعني تحبوا زواج عقيقه اي مناسبه راهم هنايا موجودين بسوق الاربعه. وانا شحال حقوق دايا؟ عطاونا 74. البيع 8. البيع كما قال لكم 8. هذا هو البيع. كذلك مع الاخ لهنايا هذا هما قال لكم سامونا ب 86. يعني السوق راه هادئ مازال ما بداتش يعني الحركه كما يقولوا 100%. الناس راهي ربما تعاود شريف جديد باش تعاود يحيى السوق ان شاء الله. ونروحوا للحاج نقولوا للحاج صحة عيدك يعني عيد مبارك. الحاج دار لها الرود في العيد الكبير الله يبارك. ولكن الحاج عيد مبارك. العيد يعني يخدم طيلة العام كذلك. طيلة العام. جملة عطينا 75 ونص، هذا عطاه 68. هذا يا 68. 68. هكذا قلت لكم يعني كنت سبقت وقلت لكم بأنه الحاج يعني يخدم طيلة العام. لا لا يا ودي خليه هنا قلنا كيما الاخرين. ها شبيه باهي. هذو 8 كيما قلت لك. صافي الحاج لاباس بخير الحمد لله الحمد لله. خلاص يا سلعه خلاص يا اخي. خلاص سلعه خلاص. خلاص. اختي تجيب ان شاء الله سلعه تكون خشينه. وقتاش؟ واحد الشهر عادي هي يروبوزيو ثاني شويه ان شاء الله. ما كاش كيما قال لكم سيفري صح السلعه برا وما كاش. اذا ان شاء الله الشباب ما كاينش. اي والله سيفري هذا وشت يعني الحاله راهي شويه عيانه سيفري. بقاو كيفاش يعني عيانين شويه لهذايا. نصبروا ان شاء الله شويه ويعاود يرفرين الحاج بقوه الله يبارك. وعدنا هذا ما كذلك. ما شاء الله. اذا بالمناسبه هذو مثلا الحاج شام اللي تباعوا يعني الله يبارك لكم. الحاج يعني ما شاء الله شوفوا راحوا 85 حاجه شابه. نعود نذكر لكم انه الكوري تاع الحاج متواجد ببوفاريك بن شعبان. اي حاجه يعني خصكم يعني قلت لكم حقيقه زواج اي مناسبه ولا ماشي كامل المشكل تقدروا تواصلوا مع الحاج ان شاء الله. يتهلا فيكم اللي قلت لكم يعني الله ما يغبنكمش ما شاء الله ما يغبنكم. الحاج قول لي 0774 25 11 76 هذا هو رقم الحاج. تقدروا تزوروه يعني 12 تاعي اللي يبيع لكم ماشي كامل المشكل. الحاج بارك الله فيك ويعطيك الصحه. اذا خويا شوفوا كذلك جاب لنا واش يكون هذا خونا؟ شوفوا الله يبارك هذا مازال خروف حاجه شابه بزاف الله يبارك. خريف كيما هذايا حاجة شابة. وشحال حقونا هذايا؟ عطاونا 4 75. والبيع بعيد قريب؟ نزل شوية. نزل شوية. 100 ونص عاودات. ميم با. شوفوا هذا يعني كان في العيد يلحق بالك حتى 10 ملايين ومازالوا خروف الله يبارك. شباب دوك دائما تقولوا اخوكم ناصر راهو انا يعني كلمة الحق نقولها صراحة يعني هذا في العيد والله على بالي بلي ما تجيبوش تحت 9 ونص ولكن
يعني صافا نقولوا ريكيلا وشويه بارافور عندنا كذلك هذا ما نشوفوا الله يبارك. باسكو الخرفان دائما غاليين خاوتي، يعني كيكونوا خرفان هكذايا وفي الحجم كبار راح يكونوا غاليين بارافور. بيان سير هذا وش بيك، هذا العام الجاي ان شاء الله يولي يعود هذا وش بيك. الله يبارك. ومن هادو شحال سولين هك هادو مالي قاعدين كيف كيف كامل كيما راهم 75. اذا الامن اكزاكتومون كيما قال لكم الامن ان شاء الله، لانه يعني السواق دائما شويه مشاكل. شوفوا هادو ما الله يبارك، هادو ما الاخر يقول مازال ما سولناش. اذا مع خويا هذايا كذلك اللي يعني زرناه في السانكوري في الحراش وعنده مكانه خاصه تاعو تما، وهذه حلتيه كذلك باسكو السانكوري باش نذكركم لا دروات هذاك يغلق يغلق مول العيد يا اخي، مول العيد يغلق هذاك السانكوري الكوتي المليح هذاك يغلق، ولكن الكوتي وين متواجد هو يعني ما يغلقش هذاك يخدم طيب هاي هو على عام، ولكن الكوتي يعني اللي كنت درت لكم عليه فيديوهات هذاك يخدم في العيد فقط. هذا ما كان تقدروا تزوروا تما، كاين كيباش مازال كاين كيباش الله يبارك. نعاود نذكركم نعم الى كيما قال لكم خونا يعني حاجه تاع حج عقيقه زواج ولا بالمناسبه ما متحب تذبح تما ولا صراحه صدقوني بطوار قوه، يعني روحوا شوفوا بعينيكم بطوار وين تدخل يعني الفريغو كاين كل شيء حاجه مخدومه الماء نقا كل شيء، يعني انسان نساء ربما ولا تحب تذبح تما سير بلاص يعني تديه واجد يعني للدار. صحيت خويا العزيز بارك الله فيك يعطيك الصحة. نيسون بارك الله فيك خويا دائما يعني دائما نذكرهم نقول لهم يعني جام سريع يعني حاجة باطل يعني ماهيش بدراهم ولا، ولكن ما على بالناش علاش يبخلوا علينا بالجام هذه ان شاء الله خويا العزيز. ومن شحال خويا هذا؟ هذا عطاونا 95 عطاونا 95 هذو ما خرفان ثنيان هكذا؟ ثني وخروف ثنيان خروف هذو هادو ما تسع ملايين الله يبارك. هادو بعتهم جبت منهم وبعتهم لا لا شابين هادو ما شاء الله بقونا بقنا واحد فقط هذا واش بقى هذا الدامولة الله يبارك ما شاء الله. صحيت خويا وعدنا الخرفان هادو ما الله يبارك. الخرفان تاع ولاد زميله شابين شوفوا يعني ودنين ما شاء الله كذلك تاع التربية خرفان كيما هادو ما حاجة الله يبارك. مش هل حوا دوما؟ ما زال ما سهمونا شباب. وشنو كيما قال لكم تاع كسيبة هذوما الله يبارك. إذا كذلك مع خويا وحبيبي دائما احنا في سوق الأربعة وهذوما داروا 87 الآن يعني دوكا أنا نتلاقوا بهم يعني قلت لكم يخدموا طيلة العام فقط ايام العيد، يعني كانوا ناس جدد يعني اللي يخدموا لا بيريو تاع العيد فقط هذا ما كان، ولكن دوكا كيدخلوا الاربعاء يعني الانسان اللي يحب يدخل كل جمعه راح يلقى توجور يعني لي مام بيرسون هما اللي راهم يخدموا هنايا في سوق الاربعاء، ماشي شغل هما زعما شادين المارشي ولا، ولكن يعني هذا هو كل جمعه يجي للسوق لهنايا. وهذا ما سوا وقال لكم 87. اذا نختموا الفيديو هذايا مع اخونا وحبيبنا هذا كذلك يخدم طيله العام هنايا الله يبارك، وخالكم هذو ما عطاونا 5.5 والبيع مازال يا اخي مازال البيع مازال فايت السته وشو منها؟ فايت السته كيما قال لكم 55 سهم 55 شوموكم يعني السوق السوق مازال قلت لكم هذا شويه ان شاء الله بالك واحد كان جور ولا تعاود تلفروني الحاله ويدخلوا كيباش كيما كانوا يدخلوا في العيد، يعني كيباش في العيد شفنا اي كيباش الله يبارك كامل حاجه شابه، ولكن الان قد حاجه قليله هكذا. يعني نقول لكم ما تنساوش دائما الدعم لقناه ناصر تي في، تهلاو في رواحكم. خليني بيان سير بالمناسبه خوتي نخلي لكم الرقم تاع خونا يخدم طيله العام خوتي تحبوا زواج حقيقه اي مناسبه الحجاج لا راهم جايين ان شاء الله ولا ماشي كامل المشكل تقدروا تكونتاكتيوه. عنده حاجه 07 95 56 56 58 76 نذكرني المكان فقط وين؟ شراربة شراربة راهو في الكاليتوس هكذا تقدروا تواصلوا مع خويا وجان الله يبارك ترونكيل كي تشوفوا يعني ما شاء الله. إذا هكذا تهلاو في رواحكم السلام.